طبعا تحدثنا باستمرار وأكدنا على أهمية أن تكون لمزاعمنا شواهد تدل عليها، لكن لاحظوا أن من يحاول أن يثبت كل شيء لن يستطيع إثبات أي شيء. بمعنى أن في مرحلة معينة في أي سياق نظري أو تطبيقي هتجد نفسك أنك ملزم بأنك تسلم بشيء رغم عدم وجود أي دليل عليه. يعني خلونا حتى حكاية أن نريد تدل على كل شيء، الهاجس هذا مهم جدا، لكن ما تاخذش في المليان. باستمرار في نقطة حتقول لا هذه حتى منطقيا، إذا كنت بتثبت كل شيء أنت بتدلع كل شيء، فأنت دائما تدلع عليه بحاجات أخرى، تدلع على سين بصاد بيوصاد تبيلها عين، تقدر تستمر إلى ما لا نهاية. في المثال عند الطب بعض الأحيان التشخيص يتم by execution، يعني من خلال ما تستبعد الأسباب الأخرى ويصبح التشخيص هو يسمى التشخيص بالإلمينيشن. نعم، ما هذه فكرة بابر أصلا. هذه فكرة بابر. بابر يقول لك أنت هدفك مش تدلل عليه نظريتك، أنك تدحض الخرات بحيث أنك تقترب رويدة الرويدة من الصح. العملية واضحة في الـ في الـ في الرياضيات، كنت تذكروا في الرياضيات في النهاية عندك مسلمات أو مصادرات تبدأ بهم، لكن اللي بنقولها الآن رغم مش الرياضيات فقط، حتى في العلم العادي في مسلمات. طبعا كلمة مسلمة ايش معناها؟ مسلمة أن تسلم بشيء، يعني أن تفترض صحته دون برهان، وهذا فيه زي ما يقول خيانة المبدأنا اللي صح؟ بكيف نستوعب هذه الخيانة؟ نستوعبها من جهة منطقية، أنك لولاها مش هتقدر تدير شيء. إذا كان أنت ما سلمتش حاجة معينة مش هتقدر تثبت أي شيء. من يريد أن يثبت كل شيء لن يستطيع إثبات أي شيء. هل في العلم في حاجات تسلم بهن دون برهان؟ نعم، شنو هن؟ طبعا العلم بشكل عام، أول مسلمة في العلم وأوضح مسلمة أن لكل حادث سبب. ما تجيش في سياق علمي ونقول لك بهذه ليش صارت، تقول لي لا هذه صارت خلاص، ولا صارت بسبب تدخل غير طبيعي إعجازي مثلا، لا هذا غير مسموح فيه في السياقات العلمية. المسلمة الثانية مرتبطة أن هناك قوانين تحكم الكون، ممكن مش هنعرفها لكن ضروري نتسلم بها، وعشان نستوعب الفكرة بالضبط وحتى نأكد على التمييز اللي ناقشته من قبل بين القانون الطبيعي والقانون العلمي. تخيل التالي، تخيل جيتني قلت لي أنا اللي بنتعلم شطرنج، علمني شطرنج. قلت لك ريت أنا مش هنعلمك لكن هندزك النادي. النادي هذا في ناس يلعبوا شطرنج لكن رحم صم بكم، مش مسموح لك تسأل باش يجاوبوك، ما تقدرش أصلا. نبيك تعرف القواعد بالنظر، احضر مباريات وكل مرة تقول آه والله هذه في قاعدة، راهو أنا شفت أن الفرس دائما يتحرك بالشكل هذا. Observation. نعم. Observation.
لاحظوا أن هذا شبيه بالموقف اللي يواجه العالم. العالم يبي يعرف قواعد لعبة العالم بالنظر. ما فيش واحد يقول له معليش قولي شنو القانون اللي يحكم، أنت أعرف بروحك، تفرج وطلع لي قولي. مثلا هل تتخيلوا أنك أنت لو مشيت للنادي ممكن تنتهي إلى مجموعة قواعد هي بالفعل قواعد شطرنج؟ ممكن 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 ممكن، زي ما ممكن العالم يعرف قوانين الطبيعة، ممكن نظرية ممكن. باي هل ممكن أنك أنت حتطلع لي بقائمة فيها 63 قاعدة صح والباقي غلط؟ ممكن، زي ما ممكن في العلم يطلع لنا نظريات صادقة لكن بعضها خاطئة، وممكن جدا وانت تتفرج يتصادف ان في المئة لعبة اللي شفتن دائما اللاعب اللي يبدأ بتحريك البيدق اللي في أقصى اليمين. تصادف في المئة، فتقول في قاعدة تبدأ اللعبة بتحريك البيدق الأيمن رغم أنها مش قانون. وهذا اللي يصير العلم الحساب أنه في علاقة سببية لكن هي علاقة عارضة. أكثر من ذلك ممكن جدا تقول هذه قاعدة وبعدين لخلل ما تقول لا غلط وهي صح. وهذا حدث في تاريخ العلم، طلع النظريات في العلم بالفعل هي في الواقع صحيحة لكن لخلل ما تخلينا عنها لفترة ما. أرستاركوس في القرن الثالث قبل الميلاد قال راهي الشمس هي مركز المجموعة الشمسية والأرض تدور حولها، ولا صدق واحد لأن شواهده كانت غريبة شوية. شنين شواهده؟ قال لأن الشمس من نار والأرض من طين والنار أسمى من الطين والأقل سموماً هو الذي يدور حول الأسمى. شفت الرونج إيفيدنس فور ذا رايت كونكلوجن. اوكي ليش قلنا الرونج إيفيدنس؟ ها يعني ليش قلنا احنا هذا اثبات خاطئ؟ قد يكون قصدي يثبت بعدين ان السمو هذا اللي بين فهمتني؟ جميل اللي بين النار وبين الطين. جميل يكون له معنى اخر في المستقبل يعني. او خليني نقول لك هذه حنستعملها هذه ضد من؟ ضد بابر. لأن بابر شو يقول؟ بابر يقول ما فيش يقين إيجابي، بمعنى أن مهما كان عندك من أدلة هذا لا يثبت صحة فرضيتك، لكن في يقين سلبي، حالة مخالفة واحدة، بجعة سوداء واحدة تكفي لإثبات أنه ليست كل البجعات أو ليس كل البجعة أبيض. لما نقول حتى هذه ما عندكش يا بابر، ما تقدرش تثبت أن نظرية خطأ، مش فقط ما تقدرش تثبت أنها صح، تقدرش تثبت أنها خطأ. وزي ما قلت توي توفيق ممكن جدا في مرحلة ما قلنا لقناها غلط، والغلط مش في النظرية. لأن لاحظوا حاجة، هذه النظرية وهذه الواقع اللي مخالفة لها، يعني كل البجع أبيض وهذه بجعة سوداء، في أوضح من هيك أن هذه غلط. شوف راهو اللي عندك، انتبه النقطة هذه دقيقة جدا، راهو اللي عندك مش واقعة تتحث في نظرية، عندك إدراك بشري لواقعة نحسب أنها تتحث نظرية، وهذا الإدراك قد يكون خاطئ، ممكن خطأ في طريقة ملاحظتك، حسبت الواقع مخالفة. راهو اللي عندك أنت مش العالم، ما عندكش وقائع،
العلماء لا يشتغلون بوقائع، يشتغلون بإدراكهم للوقائع بكل الشبهات التي قد تمس الإدراك البشري. وجود الوسائل لدى العلماء، وجود الوسائل، يعني نعطيك مثال، لما استطاعوا أنهم يتحققوا من المادة الوراثية عندما وصلوا إلى خارطة الجينوم البشري، أصبح من خلال هذه الوسيلة أنهم يعني يعيدوا التفكير في مسببات كثير من الأمراض، كيف يعني كيف نشأت كذا أو عزوها إلى الاختلال الجيني اللي ممكن يعني في طفرة كذا، مستخدم أيضا في هذه المهنة العلمية يعني في العلاج جين ثيرابي والمسائل اللي يليها، وسيلة ما كانتش متاحة عندكم الآن أصبحت زي ما نحكم عن الآن على الانفورميشن تكنولوجي، يعني على مسألة أعطت إمكانية إدارة الثورة في مسألة التواصل وفي في خلط آليات جديدة يستخدموها سواء في الإثبات العلمي ولا في تفسير الظواهر أو في يعني تغيير حتى مفاهيم. جميل جميل. يبقى قلنا العلم عنده مجموعة مسلمات، لكل حادث سبب، أن هناك قوانين تحكم العالم، ليس لدى أي عالم أي دليل على أن في قوانين تحكم العالم، مش بمعنى دليل، بمعنى برهان قاطع. به ليش يفترض العالم ان في قوانين اذا كان ما عندش برهان على ان في قوانين؟ الاجابه كالتالي، تخيل وانت في مثال بتاع شطرنج لقيتك ماسك ورقه وتكتب في القواعد اللي زي اي عالم اخر، وقلت لك انت ايش تدير؟ قلت لي والله اني بنعرف القوانين اللي تحكم اللعبه قواعد. قلت لك لا ما فيش قواعد، هذول ما يلعبوا عشوائي. هل هناك معنى أو جدوى مما تقوم به؟ نفس القصة، العالم قاعد يحاول يفسر بالظواهر. لو افترض، لو لم يفترض أن في قوانين تحكم الكون، هو إيش قاعد يدير أصلا؟ هو قاعد يدور في القوانين التي تفسر الظاهرة. لو لم يفترض وجودها لا معنى أصلا للمشروع العلمي. العلمي ضروري تفترض أن في قوانين تحكم الكون، لأنك لو لم تفترض ذلك وافترضت أن العالم عشوائي وممكن يصير فيه أي حاجة، أنت إيش قاعد تدير أصلا؟ يبقى هذه مسلمة أساسية في العلم. وعشان نأكد الحكاية الفرضية أن المسلمات، لا مسلمة، شوف مسلمة يعني نفترض صحتها دون برهان. الفرضية لا نسلم صحتها، فرضية عبارة عن تخمين مؤقت أوكي خاضع للشواهد، ممكن ناخذ بها وممكن نرفضها. عشان نثبت ايضا ما بدات به في المحاضره، وهو ان من يريد ان يثبت كل شيء لا يستطيع ان يثبت اي شيء. انتم لو تشوفوا المبادئ اللي اتفقنا عليها، مبدا الشاهديه اللي هو يجب ان يتناسب، تتناسب شده الاعتقاد مع ما يتوفر من ادله، مبدا الدحضيه وهو ان الفرض لا يكون علميا إلا إذا كان قابلا للدحض. خذوا هذه النفس، هل فرضية بابر أن الفرضية لا تكون علمية إلا إذا كانت قابلة للدحض هي بروحها قابلة للدحض؟ شوفوا، لو هي قابلة للدحض يبقى هي مش ملزمة لي، وفي نفس الوقت لو مش قابلة للدحض يبقى كيف يقول كل الفرضيات قابلة للدحض؟ يبقى مش علمية. واضح؟ مبدأ الشاهدية اللي يقول يجب أن يتناسب اعتقادك مع شدة اعتقادك مع أدلتك، بهذا صاحبه، هل شدة اعتقاده في هذا المبدأ يتناسب مع أدلته؟ كان هي نعم معناه صادر عن المطلوب، وكان هي لا معناها مبدأ مش ملزم. باستمرار دائماً هذه يسمو فيها الـ problem of self-referentiality،
انك لما معيارك تبي تطبق على روحك على روحك. اوكي خليني ندير النقلة أخيرة. نحن طبعا عطينا أمثلة كثيرة. لاحظوا أن الفصل هذا له علاقة بإيش؟ بالحساسة اللغوية اللي هي قدرة على تمييز بين جمل قريبة. حنرد للموضوع هذا ببعض التطبيقات. تذكروا العبارة هذه الشريعة مصدر التشريع؟ تذكروها العبارة هذه؟ وين واردة؟ ممكن هذا من قبل حاجة تخن لكن مصدر شريعة مصدر شريعة هذه. الموضوع واردة دستوري دستور. هذه المادة السادسة في مشروع الدستور. ودرت مشكلة. شو المشكلة؟ إيش معناها؟ إيش معنى الشريعة مصدر التشريع؟ هذا بديل هذا بديل مصدر الرئيس احد المصادر غامض العباره صح حتقول لي في عدين قالوا استنى مصدر التشريع مضاف اليه معناه الوحيد لما نقول لك اله الناس مضاف إليه معناه في واحد صح ولا لا كونه مضاف إليه مش معناه الوحيد أكيد هذه لغوية نحكوها لغوية ما في حدين قالوا لي أسباب لغوية رأوا هذا الوحيد عضو اللجنة معناه عضو الوحيد هو مضاف إليه أوكي يبقى فكرة إن لأن مضاف إليه يبقى أكيد الوحيد أوكي بل هو المصدر الرئيس لو هو الرئيس هو قالها لأن تفرق الرئيس ولا مش رئيس ولو هو مصدر رئيس راهو قالها يبقى في الواقع المعنى المتاح الوحيد هو المصدر الوحيد لو كان رئيسا أو الرئيس لقلت لكن زي ما قلت هم اختاروا هذه العبارة ليش لغموضها لأنها تحتمل أكثر من تأويل باش يحصل أكبر عدد من الأصوات كل واحد حيجي صاحب الوحيد يقول هذا مصدر الوحيد وصاحب الرئيس يقول الرئيس وهكذا واحد طالع من مناقشة الدكتوراه ما حضرتش أنا فقلت له شو صار فيك قال لي لم يطلبوا تعديل كلمة واحدة هذا تفسير الكويت هذا تفسير يا لم يطلع على الرسالة كمان لله طبعا ضد منهج الإمام الشافعي رحمه الله دائما في مجال للتحسين والتطوير وفي لا هذه تفاصيل نحكو دائما المثل مش في تفاصيله في الفكرة منه أوكي لم يطلبوا تعديل كلمة واحدة يعني وافقوا على كل شيء أو رفضوا كل شيء إلا كلمة واحدة لم يطلبوا تعديل كلمة واحدة في كلمة واحدة ما عدلوش البقية هذا معنى والأخرى لم يطلبوا تعديل أي كلمة أوكي واضح باهي أنا مرة كتبت إدراج يمضي الليبيون وقتا طويلا في الانتظار في المطارات وفي طوابير الخبزة وفي كل الطوابير يمضي الليبيون وقتا طويلا في الانتظار لكنهم لا يقرؤون يعني عمر كامريته واحد ليبي في المطار مسك كتاب عارف الطيارة جاية بعد 8 ساعات تقريبا ما فيش بعدين غيرت حرف في الجملة شطبت وكتبت
يمضي الليبيون وقتا طويلا في الانتظار لأنهم لا يقرؤون، مش لكنهم لا يقرؤون. شايفين الفرق؟ ها؟ ها؟ لا، إيش معنى يمضي الليبيون وقتا طويلا في الانتظار لأنهم لا يقرؤون؟ مستوى التفكير بتاعهم لو يقرأوا من الجوانب يقرأوا المثقفين المتعلمين راهم استفادوا من وقت ما. لكنهم لا يقرؤون ما فيهاش مشكلة. لكن لأنهم لا يقرؤون. لا، ما فيش طوبير أصلا. راه الداد متسقم. بالضبط. أوكي. شوفوا الحرف شندار حرفة من لكنهم لأنهم تغير المعنى كومبليتلي. باهي، وجعلنا من الماء كل شيء حيا ولا حي؟ وش الفرق؟ وجعلنا من الماء كل شيء حيا ولا كل شيء حي؟ وش الفرق؟ جعلنا من الماء كل شيء حي ولا حيا؟ هي حي. لو كنا جعلنا من الماء كل شيء حيا معناها صار حيا، لأن كل شيء حي من الماء. لكن لما نقول جعلنا من الماء كل شيء حي معناها أي شيء لازم يكون حي حتى كان مش. أنت عكست عادل، عكست بس الفكرة صح. شوفوا، هي الآية طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي مش حيا، آية كل شيء حي. ايش معناها؟ معنى أي شيء حي هو حي بسبب الماء. لكن لو قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي معنى أي شيء مهما كان جامد نحط له مية يعيش، وهذا غير صحيح. انت ما جعلتهاش حي بانك حطيت عليه ميه، لا هو حي بسبب الميه. واضحه؟ اوكي. في الاستبيانات كثيرا ما ترد هذه العباره، تلقى خمس بدائل: اثق قليلا، اثق كثيرا، لا اثق كثيرا، لا أعلم. خلينا في لا أثق كثيرا، إيش معناها؟ وراهي ambiguous even in English. I don't trust very much. إيش معنى؟ أثق ولكن يعني بمقدار ثقة محدودة. أثق قليلا. بشكل كبير، يعني بشكل كبير لا أثق في هذا الشيء، مش يعني. برافو. شوف الفرق، الفرق هنا راها بين لا أثق كثيرا ولا تفرق واجد. اوكي، لا اثق كثيرا زي ما قلت محمد توا ان راه ثقتي مش كبيره، هذه لا هذه اسف هذه لا اثق كثيرا انفي عن نفسي ان ثقتي كبيره، هذه لا اثق اي مستراست الات عدم ثقتي هي الكبيره. وطبعا هذه مربكة لان الاجابه مش السؤال يسمى فيها لودد كويتشن هذا. والغريب انه حتى في الانجليزي عكا
أجمل المدن القديمة. عكا أقدم المدن الجميلة. هذا نص الدرويش محمود درويش. في فرق؟ عكا أجمل المدن القديمة. عكا أقدم المدن الجميلة. أجمل المدن القديمة. هذيك أفضل. الاثنين فيها أفضل. واحدة أقدم أكثر قدما وواحدة أكثر جمالا. أي نعم، لكن واحدة لها علاقة بالجمال ولها علاقة بالقدم. القدم الأكثرية. واحدة تبين القدم هو المهم عندها. تبرزها. الوقت هو المهم. هو سؤال. إذا كانت مدينة ما هي أجمل المدن القديمة، ألا تكون في نفس الوقت هي أقدم المدن الجميلة؟ لا، مرات في أقدم منها بس مش أجمل. ذكر ايش قلنا نحن لما يكون عندك عبارتين قريبتهم بعضهن كيف تميز بينهم؟ تتخيل وضع تصدق فيه إحداهما وتكذب الأخرى، صح؟ خلينا نتخيل الوضع بالشكل هذا. لنفترض، مش لنفترض، هذه حقيقة، يعني شحات في القرن السابع قبل الميلاد أنشئت، صبرات في القرن السادس. لنفترض صبرات أجمل من شحات، شنو صار توا؟ صبرات أجمل المدن القديمة، لكن شحات أقدم المدن الجميلة. واضحة الفكرة؟ أنا تهمني الألية، ألية أنك تتخيل وضع تخلي واحدة صح الأخرى غلط. لم أرى خيرا منك، واحد يقول لزوجته. ثلاثة من أولاد ابن عمي انقطعوا عن الدراسة. هذه يسمون فيها أغلوطة التنبير، تنبير الانتونيشن أو استرس. وعلى فكرة لو لاحظت الأمريكان كيف يحكوا، I'm not sure about البريتش، أي جملة يقولها أي أمريكي في استرس يعني كلمة. شوف تفرج على فيلم وفطن، أي كلمة يقولها أي جملة ديما في استرس على واحد عليها. في الكلام تطلع. عارف الإنجليش يقولوا English is not like Sahara. English language ما هيش مستوي. مش فلات. نعم. تنزل استرس. درس إنك لما تدير متاع الصوت هذه هتحق جملة هكي. في وحدة بالذات عليه استرس. ثلاثة من أولاد ابن عمي انقطعوا الدراسة. ثلاثة مش أربعة. ثلاثة من أولاد عمي، من أولاد عمي مش بناته، ثلاثة من أولاد عمي مش خالي، ثلاثة من أولاد عمي انقطعوا مش استمروا عن الدراسة مش عن العمل. واضحة؟ اللي يدير عليه استرس معناها راه التفاصيل الأخرى مش مهمة، أهو المهم هنا. واضحة الفكرة؟ هذا بالمبتدأ والخبر. مش لا، ملاش علاقة، ملاش علاقة بمبتدأ وخبر، لأن قد تكون أي كلمة في الجملة. عادة اللي يدير عليه استرس معناها زي ما تقول، يعني مثلا نقول لك المية فارت، ما تقوليش ما يشم مية شاهي، مش هذه القصة. قصة أنها فارت. واضحة؟ استرس عليه فارت. أوكي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ليش قال ولا تقل لهما أف؟ قال حاجة ممكن. وبالتالي أدعى أن اللي أكثر من هيك ما يديرش. هل يسموا فيها أفورتوري، حجة الأدعى أو الأولى؟
A for Tory يعني الأداء. التفكير العلاقة بالمنطق ما جميل. هذا امبليكتشر اقتضاء، يعني اللي يقول لك لا تقل أفن هذا لا يستلزم انك لا تضربهم، لا يستلزمها منطقيا، لكن ادعى انك ما تضربهمش. مظبوط. التفسير مثلا احنا يعني الكونفليكت هذا بيصير عندنا في الكمبيوتر، احنا لازم الاله تعطيها الحقيقه الفاكت. جميل جميل. تعطيها الفاكت زي ما تعني بالضبط، والا كان هذا تعطيك نتائج خطا، تعطيك نتائج خطا. فنحن عندنا المواد، عندنا ماده اسمها الفورمال لوجيك، الفورمال لوجيك ندرسوا فيها، نحطوا في البريمسس هذه للاله مش تفهم هي بالضبط هذه، يعني في الارتفيشال انتليجنس مش هو يتخذ قرارات صحيحة، لابد أن تعطيه بريمسس وتعطيه رولز يتبعها مش يوصل إلى الديسيجنز اللي هو الأكسيماتيك سيستم. بالضبط. فده هو ملاش علاقة طبعا بالموضوع موضوع التفسير. يقتضي ما فيش. الآية متاع وهزي إليك بجذع النخلة، في ناس يقول لك شوف سيدنا المسيح راهو مولدش يوم 1 يناير ولا 24 ديسمبر، مش وقت تمر هذاك الوقت، صح؟ صح. تو اللي يقول في الكلام هذا، انت اذا كان صدقت وامنت بان السيده العذراء ولدت بهذه الطريقه، اتستكثر على نخله انها، صح؟ اليس ادعى انك تصدق؟ واضحه هذه فكره ادعى. نتذكر في لقاء، تذكروا من فترة المعلمين داروا إضراب عليش على المرتبات، بدلين لقاء مع واحد أستاذ، قلت وش ذنبهم طلبة تعطلوا فيهم 3 شهور توهم يقروش؟ قال لي يا أستاذ أنت تحسب تعليمهم وتحسب الطلبة نعلموا فيهم أصلاً؟ هو لو كان يعني صدقني راه 3 شهور والله ما يفرقان. فإذا كان أنت متعلمش فيهم أصلاً، أدعى أنك ما تطلبش تزيد مرتبات. واضحة؟ أوكي. لا شيء أفضل من السعادة. ولعب الكوتشينة أفضل من لا شيء. إذا لا شيء أفضل من لعب كوتشينة. واضح السير؟ سنتاكتيك أمبيجيوتي. طبعا تدريجيا حنبدو ننقلوا ليش لللوجيك اللي قلنا راهو في النهايه بالكل راهو تفكير ناقد لوجيك، فحنبدو هيك اشياء. في حاجه اسمها اناليتيك وفي سينثيتيك بروبوزيشنز اور سنتنسز، في قضايا تحليليه وقضايا تركيبيه، وفي قضايا أبريوري قبلية وقضايا أبوستريوري بعدية. تمييزات مهمة جدا ونجد أننا نحتاجها كثيرا. شن هن أركان الجملة؟ أي جملة؟ ما نحكيش نحويا، مش مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، لا نحكي منطقيا. أي جملة عندها ركنين، موضوع ومحمول، subject و predicate. أي جملة أو proposition، هذه sentence تتكون من subject اللي هو شنو؟ موضوع.
وبريديكيت لا محمول مش العلاقه هي الجمله كلها تدير في علاقه بين الموضوع والمحمول صح جمله تربط بين الموضوع اليوم السبت شنو موضوعنا اليوم ماذا حملنا على اليوم ماذا قلنا عنه قلنا السبت جاء محمد ما موضوعنا محمد ماذا حملنا على محمد المجيء واضح عندما يكون المحمول متضمنا في الموضوع فالجملة تحليلية الأخضر لون هذه جملة تحليلية لأن جزء من معنى كلمة أخضر إنه لون كلمة لون متضمنة في كلمة أخضر وبالتالي اللي يقول لي الأخضر لون ايش حنقول له نقول له نورت المحكمة ولا ايش قلت يعني صح محمولك لم يضف جديدا إلى موضوعك فأنت لم تقل شيئا لكن اللون أخضر لا غير نقول لك لون سيارتي خضراء هذه معلومة ليش لأن المحمول أضاف جديدا للموضوع لاحظوا أن القضية التحليلية أبريوري قبلية بمعنى أننا نعرف أنها صادقة أو كاذبة دون لجوء إلى الخبرة لا نشوف بك نفسه هنعرف صادقة أو كاذبة لما نقول لك الأخضر لون ما نقول لك أرجي خليني تفرش لكن لما نقول لك اللون أخضر تقول لي خليني أتأكد سيارتك خضراء ولا التركيبي أبوستريوري بمعنى التركيبي بعدي لاحظوا أن قضايا العلم كلها سينثيتك تركيبية تضيف جديد ولذلك فهي بعدية أنت تحتاج إلى أن تراقب العالم كي تعرف فرضية العلم صادقة ولا لا طبعا في عبارات قد لا تبدو تحليلية لكننا بالبراهين نثبت أنها تحليلية أعطيك مثال الله موجود تحليلية ولا تركيبية تحليلية أرجع تحليلية ليش لأنها صادقة صدق يعني صدق القضية لا يعني أنها تحليلية لا نقصد ان اثباتها تم بظواهر اخرى شفت حتى زي ما لا تو انت شوف انت عندك جمله قدامك الله موجود هل هي جمله تحليليه وبالتالي الناس عارفينها دون اي شيء دون اي شواهد صح تبدو مش تحليليه تبدو تركيبيه هيجيك واحد يقول له لا استنى لو حللنا شوية هنجد أن هذه الجملة تحليلية وقبلية ويقينية يقول لك كيف؟ يقول لك تعال خلينا بس نفسر شوية نحلل شو معنى كلمة الله شو معنى الله؟ ما قلناش الله موجودة شو معناها أصلا؟ الله وهذه يقولها لك حتى الملحدة الله عبارة عن كائن كلي العلم كلي القدرة كلي العدل
كل الكمالات اللي تتخيلها موجودة فيه. هذا تعريفه أصلاً. رأوا الخلاف بيننا وبين الملحدين مش معنى الله، لا نحن نقول له موجود هم يقولوا لا، لكن متفقين على معناه. واضحة؟ يبقى الله شنو؟ عبارة عن كائن تتوفر فيه كل الكمالات، تمام. كائن لا يمكن تصور من هو أكمل منه، متفقين؟ تونا نجادل في الملحدة، متفقين؟ نقول لك متفقين. نقول لك استنى، ما الوجود واحد من الكمالات، وبالتأكيد الكائن الكامل الموجود أكثر كمالا من الكائن الكامل اللي مش موجود. يبقى إذا كان الله في جميع الكمالات يبقى أكيد موجود، وانت القصة، يبقى الله موجود تحليليا نفطن قبليا، مش نبي شواهد ولا لا، حلل المفهوم بس أفهمه كويس. هذا يسمى فيه البرهان الأنطولوجي على وجود الله. لكن طبعا لا يخلو الأمر من، يعني لو كان هذا فعلا الكلام هذا متفق عليه وأكيد، راهو ما فيش حد على الأقل من فلاسفة ملحد، لكن الفلاسفة الملحدين كثر. بشنو رد مع الكلام هذا؟ يقول لك استنى، الوجود ليس واحد من الكمالات. وجود الشيء ليس واحد من كمالاته، هو شرط أن تكون له كمالات أصلا. بمعنى لو قلت لك أنا عندي جزيرة من بيحة، والجزيرة هذه راهو كل شيء تخيله فيها، ونبقى نقول لك في كمالات، وبعدين قلت لك تقول لي كمالات، نقول لك كمالات، لا مزاد حاجة أخرى، نقول لك شنو فيها كمال أخرى، الكمال الآخر اللي بنضيفه لك راهي موجودة. كيف راهي موجودة والكلام البدي شنو؟ ما الكلام البدي ما ليش معنى ما لم تكون موجودة أصلا. وأيضا حديثنا عن كمالات الله هذا حيرده، ما لم يكن الله موجود أصلا لا معنى لها. صح. واضحة؟ أوكي، حنأخذ آخر حاجة اللي هي حاجة اسمها الانتولوجيكال امبورت، الفحوى الوجودي، هكي حتى صغيرة هكي لكن مهمة ودارة. الوجودي الانتولوجيكال امبورت، تلي كتب أنا import import. أوكي، لما نقول لك جملة كلية، كلية يعني تبدأ كلمة كل. لما نقول لك كل أولادي أذكياء، هل اتضح ان ما عنديش اولاد؟ كلامي صح ولا غلط؟ فيش سابجك الموضوع، في سابجك الاولاد، عارف هم في الاساس مش موجودين. يبقى كل الاولاد، كل اولادي اذكياء، اذا كان ما عنديش اولاد كلامي كذب، صح؟ إذا كنت تقول ذلك فأنت أرسطي من أنصار أرسطو، وإذا قلت لا فأنت من أنصار المنطق الحديث. أوكي، شو الفرق؟ أرسطو يقول لك ما تقدرش تقول كل أولادي أذكياء إلا إذا كان عندك أولاد أصلا، وإذا كان كل واحد منهم ذكي، في شرطين باش الجملة هذه تصدق. صح. هذا أرسطو. منطق الحديث يقول لا. أحيانا الجملة الكلية تكون صادقة رغم أن مقدمها اللي هو وضوحها مش موجود.
خذوا مثال بسيط وبعدين ناخذوا حنقشوا على العلم. تخيلوا التالي، انا عندي 100 طالب درت امتحان نهائي، صلحت يعني انهيت الدرجات وكل شيء، فجاني صديق قال لي معليش من وش صار في الطلبة الأجانب اللي عندك؟ قلت له أرجع، هم أصلا 3 اللي رسمين خلينا نشوفهم لك. شفت 3 لقيتهم مراجع وسدينا نبيين يعني، ما شفت تخلينا، شفت 3 واضح نبيين رسمين والباقي ناشين. وش سألني سير في الأجانب اللي عندك؟ قلت له كل الأجانب نجحوا. ليش؟ لأن اللي رسبوا. بعدين قلت خليني نبحث، أنا أصلا عندي أجانب ولا لا؟ شفت 97 الأخرين ما فيش ولا أجنبي. هل كلامي غلط لما قلت له كل الأجانب نجحوا؟ يعني مش نعتذر له؟ والله كلامي صح، كلامي صح، كل الأجانب نجحوا بدليل ما فيش أجنبي رسب. وينه؟ واضح؟ هذا كمنطقي، لا أفضل منطقية راه حتى أرسطو منطقي. يعني مناطق مختلفين في القضية. بس لكن خلينا نقول حنجيك من العلم توه. كيف إن العلم ينحاز للتأويل الحديث مش من. أوكي. يعني مثلا يعني في قانون في الفيزياء أنتوا أدرى مني إن الجسم إذا كان تحرك وما كانش قدامه أي مقاومة سوف يستمر في الحركة إلى النهاية، صح ولا؟ وهذا قانون غاليليو. كل الأجسام التي تتحرك دون مقاومة تستمر في الحركة إلى النهاية، قانون معترف به وصادق، معتبرينه صادق. هل في أجسام تتحرك للكون دون مقاومة؟ مفيش، أنا صادق بلا شري. كل من يتجرع 1000 جالون سم يموت، جملة صح ولا لا؟ مع أنه ما فيش واحد تجرع 1000 جالون، واضح؟ يبقى الجملة الكلية قد تصدق رغم عدم وجود ما يقابل موضوعها. وهذا زي ما قلت الفهم الحديث للجملة الكلية. خلوني نوقف هنا، إذا كان ما عندكمش أي استفسار أو تعليق يبقى حنني، نلتقي الأسبوع القادم.